أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي لغات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من منهج الديفرنشيشن. النهاردة بإذن الله هناخد نكمل مع بعض درس جديد اللي هو البيهيفير اوف ذا فانكشن. هناخد مع بعض النهاردة إن شاء الله الانكريزنج اند الديكريزنج فانكشن. إزاي أعرف من الجراف ومن الفانكشن إذا هي كانت ديكريز أو انكريز؟ لو انا كان عندي f1 of x greater than fx2 where x1 greater than x2 for all x1 and x2 belong to the interval a و b in which the function is defined then the function f increasing on a and يعني تاني كده ببساطه انا عندي two elements x1 و x2 belong to the interval a و b وكان عندي x1 greater than x2 ولقيت fx1 greater than fx2 يبقى then the function is increasing function. طيب لو كان عندي العكس x1 greater than x2 ولقينا fx1 smaller than fx2 يبقى في الحالة دي ال f هتبقى is decreasing function في الانترفال a و b. يبقى ال increase x1 greater than x2 يبقى fx1 greater than fx2. الديكريز x1 greater than x2 fx1 smaller than fx2. هنا في حاجات بالنسبه للدريفيتيف. في حاله الديكريزنج بيكون الاف داش اوف اكس greater than 0. يبقى انا عندي لو الاف اوف اكس ديكريزنج في الانترفال من a ل b واحنا جبنا الاف داش اوف اكس وكانت اكبر من 0 يبقى دي ديكريزنج فانكشن. لو كانت f داش اوف اكس سمولر ذان 0 للانترفال a و b يبقى ال f داش هنا ديكريزنج في الانترفال من a ل b. طبعا ال f داش اوف اكس بيساوي السلوب بتاع التانجنت تو ذا كيرف اوف ذا فانكشن. ال f داش اللي هي الجيومتريك مينينج بتاعها السلوب بتاع التانجنت اوف ذا كيرف اوف ذا فانكشن. هنا بنخلي بالنا برضو لما بيكون الفانكشن بتاعتي انكريز على انترفال بيكون السلوب بتاع التانجنت بتاع الكيرف بوزيتيف. يعني لو الفانكشن بتاعتي انكريز في انترفال معينه من a ل b بلاحظ ان السلوب بتاع التانجنت بتاع الكيرف اوف ذا فانكشن بوزيتيف. يعني ايه معناها؟ يعني التانجنت ميكس ان اكيوت انجل with the positive direction of the x-axis. The function decreases the interval if the slope of the tangent to this curve is negative. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التانجنت makes obtuse angle with the positive direction مع x-axis. يبقى تخلي بالك كده انت لما بتجيب السلوب بتاعك بتاع الفانكشن لما بيكون السلوب positive يبقى الفانكشن بتاعتي increase لو سلوب negative يبقى الفانكشن decrease. To determine the sign of f dash of x عشان احدد الساين بتاعتي بتاع الفانكشن الاف داش اول حاجه طبعا بنحل الايكويشن اف داش اوف اكس ايكوال 0 يبقى بجيب الاف داش اوف اكس بتاعتي وبساويها بالزيرو وبطلع الفاليو اوف اكس تو ميك ذا اف داش اوف اكس ايكوال 0 بعد كده ديفايد ذا دومين باي ذيس 0 افتر ذات ديترماين ذا ساين اوف اف داش ان ايتش انترفال يعني الحاجة اللي أكبر من الزيرو واللي أصغر من الزيرو. يبقى أنا في الأول بجيب اف داش اوف اكس وبساويها بالزيرو، بطلع الفاليو اوف اكس، بحدد بالنسبة للدومين اللي هو مدهوني القيم بتاعتي اللي أنا جبتها مع الدومين، بحدد بقى اللي قبلها وبعدها بشوف فين بوزيتيف وفين نيجاتيف. إكزامبل. Determine the intervals of increasing and decreasing of the function y equal x باور 3 ماينس 12 x بلس 12. عايز يحدد الانترفالز الفانكشن فيها بتبقى انكريز او ديكريز. فانا هنعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه هجيب الواي داش. اول حاجه هنجيب الواي داش. بعد كده بنعمل ايه؟ بساوي الواي داش بالزيرو اطلع الفاليو اوف اكس. بحدد الكلام ده بالنسبه للدومين بتاعي، الدومين بتاعي ار. وبنبدا ندرس الفانكشن بتاعتي او الساين بتاع الفانكشن. ادي الواي داش هتبقى 3 اكس سكوير ماينس 12.
يبقى then 3x square minus 12 equal 0. هنطلع قيم الاكس، يبقى الاكس عندي هتطلع ب 2 نيجاتيف 2. باجي على الدومين بتاعي، الدومين بتاعي ريال نمبر، فبحدد عند نيجاتيف 2 ب 0 وعند 2 ب 0. طيب لما باجي في القيم اللي هي less than نيجاتيف 2، من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2، لما اقعد في الفانكشن هتطلع معايا بوزيتيف. يبقى من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2 increasing function. طيب من نيجاتيف 2 ل 2 open في الانترفال دي، لما اعوض في الفانكشن هتطلع معايا بالنيجاتيف، يبقى في الفتره دي هي decreasing function. طب من 2 لانفينيتي هتطلع بوزيتيف، يبقى increasing في الانترفال من نيجاتيف 2 لانفينيتي. يبقى انا بعد ما عملت النمبر لاين وحددت عليه البوينت of zero function، قدرت احدد ال 3 intervals من negative infinity ل negative 2 increasing، من negative 2 ل 2 decreasing، من negative 2 ل infinity increasing. Example 2 determine the interval of increasing and decreasing of the function f of x equal x bar 4 minus 8x bar 2 minus 16. برضو as the first، اول خطوه هنا هنعمل ايه؟ تمام، هنجيب ال f داش اوف اكس، يبقى ال f داش اوف اكس ايكوال 4x بار 3 ماينس 16x، يبقى 4x بار 3 ماينس 16x ايكوال 0. منها بنطلع الفاليو بتاعه الاكس، هتطلع الاكس معايا 0 و2 ونيجاتيف 2. القيم بتاعه الاكس هتبقى 3 فاليو للاكس نيجاتيف 2 و 0 و 2. بنروح على النمبر لاين ونشوف ندرس الساين بتاع الفانكشن. عندي من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2 الاف داش عند نيجاتيف 3 هتبقى سمولر ذان 0. الاف داش عند نيجاتيف 3 هتبقى سمولر ذان 0. يبقى في الانترفال دي الفانكشن ديكريزنج. وين اكس بلونج 2 من نيجاتيف 2 ل 0، الاف داش عند نيجاتيف 1 جريتر ذان 0، يبقى الفانكشن انكريزنج ان ذا انترفال من نيجاتيف 2 اوبن ل 0 اوبن. عند الاكس بلونج 2 الانترفال اوبن نيجاتيف 2 اوبن 0، يبقى الاف داش من ال 0 لل 0 ل 2 الاف داش عند ال 1 سمولر ذان 0 بقى ديكريزنج. When x belong to 2 infinity f dash عند 3 increasing. يبقى انا قسمت الانترفالز بتاعتي من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2 ديكريز، ومن نيجاتيف 2 ل 0 انكريز، ومن 0 ل 2 ديكريز، ومن 2 لانفينيتي انكريز. اكزامبل 3، ان الاكزامبل وفكر فيه كده ثواني. احنا قلنا الخطوات بتاعتنا هنعمل ايه؟ تمام؟ f dash هنسويها من 0 ونطلع قيم الاكس. f داش اوف اكس ايكوال، طبعا دي هتبقى كوشن اوف تو فانكشن، يبقى السكوير بتاع الدينومينيتور، طبعا الرول حضرتك عارفها. بعد كده هنساوي الكلام ده كده بايه؟ بالنهايه بتاعتي f داش اوف اكس نيجاتيف 2 على اكس ماينس 1 اول باور 2 وير الاكس نوت ايكوال 1. برضه حضرتك عارف ليه نوت ايكوال 1؟ عشان الاف داش هتبقى انديفاين. طيب في الحاله الاف داش دي smaller than 0 عشان negative 2، يبقى هي بالنيجاتيف، يبقى الاف از decreasing من نيجاتيف انفينيتي ل 1 اوبن يونيون من 1 اوبن لانفينيتي. يبقى احنا جبنا الدريفيتيف بتاعنا، الدريفيتيف نيجاتيف 2 على اكس ماينس 1 باور 2. طبعا ما ينفعش الاكس ب 1، وفي اي قيمه هنعوض بيها الاف داش اوف اكس هتطلع نيجاتيف less than 0. يبقى الاف ديكريزنج على الانترفالز بتاعتي، الوحيد اللي ما ينفعش عنده 1 يبقى من نيجاتيف انفينيتي ل 1 يونيون من 1 لانفينيتي. Another example determine the intervals of increasing and decreasing of the function f of x cubic root x minus 1. فاول حاجه f داش اوف x، يبقى الاف اكس عندك تبقى x minus 1 باور 3
F dash of X بننزل الباور وننقص 1 يبقى third X minus 1 باور negative 2 over 3 اللي هي هيبقى شكلها 1 over 3 كيوبيك روت لإكس minus 1 all power 2 وبرضو الشرط بتاع ان الإكس not equal 1. في الحالة دي الـ F dash of X فأي value للـ X هتبقى greater than 0 يعني هتطلع معايا positive. طبعا هي عند ال1 اتفقنا مش هينفع تبقى عند فاين يبقى ال f is increasing on من infinity ل1 union من 1 لانفينيتي وال x is continuous at x equal 1 يبقى ال f increasing on odd. بعد ما عرفنا ال increase وال decrease عندي حاجة مهمة اللي هي الكريتيكال بوينت. كريتيكال بوينت. We say that x1 is a critical point if the function of one of the following satisfy. يعني أنا هقول على البوينت x1 دي بالنسبة للفانكشن إن هي كريتيكال بوينت لو اتحقق لي شرط من الشروط دي. أول حاجة إن f dash of x1 exist and is equal to 0 يبقى لما بعوض في الاف داش باكس 1 الفانكشن موجوده exist والقيمه بتاعتها او لو اف داش عند الاكس 1 does not exist يعني undefined يبقى لو هي موجوده وقيمتها 0 يبقى critical point لو هي مش موجوده يبقى critical point. Example determines the intervals of increasing and decreasing of the function fx equals 3 minus absolute x minus 2. طبعا عشان عندي absolute يبقى ال f of x بتاعتي defined on two rules. الأولانية تبقى 3 plus x minus 2 لما ال x smaller than 2 والتانية 3 minus x minus 2 x greater than or equal 2. يعني هتبقى الـ x plus 1 when الـ x smaller than 2 5 minus x الـ x greater than or equal 2 يبقى therefore الـ f dash of x الـ first هتبقى 1 x smaller than 2 والـ second هتبقى negative 1 لما الـ x greater than or equal 2. هنا الـ function بتاعتي الأولى positive هتبقى increased في الـ interval من 2 لانفينيتي عندي عند نيجاتيف 1 هي جريتر ذان 2 والاولانيه هتبقى انكريز من نيجاتيف انفينيتي ل 2. تاني كده احنا جبنا الناتج بتاع الاف داش عند الاولانيه بوزيتيف اللي هي ال 1 يبقى هي انكريز في الانترفال بتاعتي من نيجاتيف انفينيتي ل 2 والثانيه نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف هتبقى ديكريز من ال 2 لانفينيتي. Determines the intervals of increasing and decreasing of the function fx equal x plus 1 over x. برضو the same. هنجيب ال f dash. يبقى ال f dash of x هتبقى 1 minus 1 over x square. يبقى x square minus 1 over x square. x minus 1 x plus 1 على x square والx not equal 0. When x belong to من negative negative infinity negative 1 يبقى ال f dash of x is هلاقي في الاولاني هيطلع براكت negative by negative وتحت positive يبقى الانسر positive يبقى ال f is increasing في الانترفال من negative infinity negative 1. x belong to من negative 1 ل 0 ال f dash of x is negative by positive over positive يبقى equal negative يبقى ال f is decreasing من negative 1 open ل 0 open. When x belong to من 0 open ل 1 ال f dash of x is negative by positive over positive equal negative يبقى ال f is decreasing في الانترفال من 0 open ل 1 open. Another example determines the intervals of increasing and the decreasing of the function fx equal x square plus 1 والx smaller than or equal 0 2x minus 3
والاكس جريتر ذان 0. خلاص احنا كده طبعا فهمنا الخطوات هنعمل ايه. يبقى اول حاجه بنجيب الاف داش، يبقى الاف داش اوف اكس 2x لما الاكس سمولر ذان 0 و2 لما الاكس جريتر ذان 0. وين اكس بلونج تو من نيجاتيف انفينيتي ل 0 الاف داش اوف اكس سمولر ذان 0 يبقى الفانكشن ديكريزنج في الانترفال من نيجاتيف انفينيتي ل 0. وين اكس بلونج تو من 0 لانفينيتي الاف داش اوف اكس جريتر ذان 0 يبقى هي انكريز ات اكس بلونج تو من 0 لانفينيتي. انذر اكزامبل ديترماين ذا انترفالز of increasing and decreasing of the function f of x equal x absolute x minus 2. خدنا زيها قبل كده الابسوليوت هيطلع مره هتتعرف على two rules positive greater than 2 negative smaller than 2. يبقى ال f of x equal x of x minus 2 لما ال x greater than or equal 2 x negative x plus 2 ما الـ x smaller than 2 يبقى عندي x square minus 2x when x greater than or equal 2 negative x square plus 2x لما الـ x smaller than 2. نجيب الـ f dash of x هتطلع 2x minus 2 والـ x greater than 2 هتطلع negative 2x plus 2 لما الـ x smaller than 2. طيب at f dash of x equal 0 بالـ x equal 1 يبقى لما بحط الـ x ب 1 الاف داش هتطلع بزيرو. يبقى انا هدرس عندي قيمتين من هنا عند ال1 بزيرو وعندي في الديفينيشن بتاعي جريتر ذان وسمولر ذان 2. يبقى انا عندي على النمبر لاين 3 انترفلز من نيجاتيف انفينيتي ل1 ومن 1 ل2 ومن 2 لانفينيتي. طيب من نيجاتيف انفينيتي ل1 الاف داش اوف اكس بتاعتي جريتر ذان 0 الاف هنا تبقى انكريزنج فانكشن يبقى في الجزء ده من نيجاتيف انفينيتي ل1 الاف انكريز من 1 ل2 اكس بلونج تو اوبن 1 اوبن 2 يبقى الاف داش اوف اكس سمولر ذان 0 يبقى ديكريز يبقى عندي في الانترفال من 1 اوبن 2 اوبن الفانكشن ديكريز x بلونج تو من تو الانفينيتي هتبقى الاف داش جريتر ذان 0 يبقى الاف انكريز. يبقى احنا عرفنا كده امتى الفانكشن بتاعتي بتبقى انكريز وامتى ديكريز حسب الانترفالز اللي على النمبر لاين. وكده معلش بنهايه الاكزامبل نكون خدنا فكره كده على الانكريزنج فانكشن والديكريزنج فانكشن. وان شاء الله اشوفكم في لقاء قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.